المهندسين يقول لك ربنا خلق المهندسين الاول، هم اول حاجه بيعلمونا في الكليه كده، وبعدين شويه ناس يعني الكره الارضيه مش كده هو واحد تاني فكره. عشان كده البناء هنا، وهو الدكتور يسري كان عمال يتكلم على كده ومش عايز يقول ان ليه سقف كمان، يعني البناء هنا محكم لدرجه. وبعدين المفردات بقى، هي كلمه غياب حر دي اول ما تتبادر للذهن، كلمه حر هنا ليها دلالات تانيه، لان في العلم برضه ما بيقولوا السقوط الحر. كلمه الحر هنا يعني اللي بلا حيله، الجسم اللي ساقط كده. هو الغياب هنا والغائبين او الغائبون اللي هو يقصدهم هنا، هو ده نوع من الغياب اللي بلا حيله، يعني دول ناس هم ما فيش حيله، يعني هم بلا حيله ده اقصد. طبعا هو ما ابتدى ببودلير، هو فضل يدور في بودلير على حاجه تبقى مش يعني خارج السياق بتاع ازهار الشر والبعد عن الفضيله والفضائل، فهو دور على حاجه تبان بملمح، يبان زي ما يكون جانب من النصح. ان هو بودلير حتى في الشر كان بيبقى ناصح، يعني بيقول للواد اللي لجأ له الحته المشهوره قوي بتاعته، الفتى اللي لجأ لبودلير انه متورط هرموناته عماله تلخبط له الدنيا وبتاع، فبيقول له النصيحه مرعبه، بيقول له يا بني هن مثلك لكنهن يكتمن احاسيسهن الناريه. هو طبعا الباشمهندس عاطف بعيد عن، فدور على جانب تاني يبان ناصع، يعني يبقى بعيد عن كده. لكن بصفه عامه بيبان ايه؟ تجاربه هو الشخصيه، وبيبان الملمح هنا عشان دي قصيده نسر، فبيبان زي ما يكون في حكايه وفعلا دي واضحه، لكنه بيحاول بالتكثيف زي ما دكتور يسري اشار، انه ايه؟ انه يوسع المدارك بتاعتها فتبقى الشعر، لان الشعر محلق. ولذلك جات انا هتكلم عن القصيده الاولى بس لانها فعلا داله، يعني دي خبرات الشاب اللي مع عقد، يعني هو بينما الشعر محلق هو جاب مفردات تخليه ملامس للواقع، يعني شاب مع عقد. وبعدين افريقيا في جغرافيا هنا واضحه، ده هو بيتكلم عن حاجه واضحه. وبعدين واحد اتعرض يعني ورئيس، هو طبعا يقصد عيدي امين لانه هو عجوز زينا، فهو يقصد ده يمكن ان الوصف اللي هو وصفه هنا والكرش وارتمى على، يعني هو بيوصف حادثه مشهوره يعني. ف يعني لكن الكتان، انا لفت نظري الكتان، لان الكتان اللي ينسب للمصريين دي كانت حاجه غايه في البراعه والرسومات، وحتى لما جم يرسموها في وصف مصر ولا بتاع، يعني مثلا في الازياء في اختراع اسمه البليسين، ان ازاي ويقال، انا ما عنديش فكره يعني طبعا، يعني ان الكتان ده من الحاجات اللي بيصعب ان تبقى بليسيهات، لكن المصريين عملوها، يعني الرسومات دي ما جاتش من فراغ، يعني هم كانوا بيقدروا يعملوا كده. فهو خلى الخيوط هنا النسيج اللي من الكتان دي يعني امعان في المصريه، وانا حسيت ان هو معادل هنا لانه بينصح حد او بيقول له يعني ما تسيبش بيتك، ما تهاجرش، يعني كانه يقصد ايه؟ ما تخرجش. فعشان كده جت العلاقه بعد كده انه لما رجع، بس انا يعني الغريب هنا اقحام الفتى اللي هو الثالث بتاع اللي هو الثالث اللي بيؤرقنا احنا دايما في الروايه مثلا، اللي هي حكايه ان يبان حد، ولذلك هي بانت زي ما تكون دراما، يعني القصيده دي سهل قوي انها تبقى دراما. وطبعا الجانب السينمائي اللي تمت الاشاره اليه هو تعمد كمان انه يرسم الاماكن، يعني كان يعني مثلا في اشاره هنا انه رسم مكان والمكان فيه خماره، يعني اللي هي زي ما تكون جو السينمائي بتاعنا، ان الشجيع ده لما بيخفق او بيطير منه بيلجا للتيمه اللي احنا تقريبا عارفينها. ولذلك هو بان هنا ان القصيده الاصل فيها هنا في زي ما يكون نفس، ويمكن هو ده الفرق كان الدكتور يسري بيحاول يفهمني وانا ما فهمتش، انا عارف حكايه ان في شعر وفي نفس، لكن هو نبهني قال لي خد بالك اما تبقى قصيده نثر هيبقى فيها الاثنين، فيبدو ان هو ده تكثيف اللي كان يقصده. وانا بشكرك يا باشمهندس عاطف، وفعلا يعني هكمل الكتابه اللي انا كاتبها يعني. شكرا.